اهلا بيكم، يا صباح الخير. انا اسفه جدا طبعا على امبارح، حالي ظروف خارج عن ارادتي، لكن ما منعنيش عنكم غير الشديد القوي. صباح الخير، يا صباح الورد، يا صباح كل حاجه حلوه. اهلا بيكم، وحشتوني، لكن كنت معاكم طبعا بقلبي اكيد. يعني صباح الخير عليكم، يوم جميل، ويا رب تكونوا قضيتوا امبارح يوم حلو في كله أعياد وأفراح، وعدنا تاني مع بعض من خلال قناتنا طبعا، قناة الجريء، قناة الصدق، قناة الحقيقة، قناة الكربجة، قناة السهم الجارح، الجارح للحقيقة. أهلا بيكم، صباح الخير، نبتدي مع بعض، يلا بينا، يلا بينا. أنا قبل ما ابتدي عايزة أقول حاجة، لأنه الوضع اللي بنشوفه على الساحة بصراحة بيخلينا نبكي على الأخلاق، ونحس كده إن الأخلاق بعافية شوي، مش عارفة ليه، مع إن الناس دي لو تعرف أو تدرك إن الدنيا دي ما تستاهلش مجرد ثانية واحدة إنك تعمل حاجة تزعل ربنا بيها. يعني ثانية واحدة أنت هنا أو هناك، ما أنتش عارف هتكون فين بعد دقيقة واحدة، نفس طالع هينزل ولا لأ، الله أعلم. الأخلاق، امبارح قعدت أفكر في الأخلاق واللي بشوفه على الساحة. الصراحة الأخلاق هي قوام الدنيا، الأمم بأخلاقها، فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وذهبوا إلى غير رجعة. مفيش أي معنى للحياة من غير وجود أخلاقيات وضوابط نتعامل بها مع الأفراد اللي حوالينا ومع نفسنا على فكرة، لأن إحنا لو فرطنا في أخلاقنا هيبقى مفيش فرق بيننا وبين الحيوانات ولا البهايم، لأن الأخلاق هي أساس لكل شيء. وكل شيء إيه؟ كل شيء جميل. هي الأساس لكل تعامل ناجح. احفظ أخلاقك هتحفظ مكانتك، على الأقل قدام نفسك وفي قلوب غيرك، في قلوب الآخرين. ومش بس كده، لا، وهتحس براحة نفسية وسمو إلى أعلى. دي كانت الحقيقة يعني كده، معلش اسمحوا لي إن أنا أقول لكم الكلام، يعني أقول لكم الفكرة اللي جاتني بالنسبة للأحداث اللي كنا بنشوفها كلها. نبتدي مع بعض، نبتدي على طول، معلش مش هقول الموجز، هقول الأخبار على طول، معلش سامحوني. الرئيس السيسي: قواتنا المسلحة استردت في حرب أكتوبر شرف الوطن وكبريائه. السيدة انتصار السيسي: في ذكرى نصر أكتوبر قواتنا المسلحة حققت معجزة عسكرية بكل المقاييس. بحضور شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، البحرين تنظم ملتقى حوار الأديان في نوفمبر المقبل. الاحتفال بنصر أكتوبر أمام ضريح حسني مبارك بحضور نجله جمال. روسيا وأوكرانيا: بوتين يتعهد بالحفاظ على استقرار المناطق التي ضمها رغم الهزائم. الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على صربيا. مصر تعلن عن رصيدها من الذهب. كشف البنك المركزي أرصدة الذهب التي وصلت إلى 137.1 مليار جنيه مقابل 64.2 خلال فترة سابقة. الكويت تعلق على إلغاء قروض مصر. قال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية مروان الغانم: أن الصندوق لم يلغي أي قروض لمصر، مؤكداً أن القاهرة أكثر الدول التزاماً بسداد القروض. طائرات حربية من كوريا الشمالية تحلق قرب كوريا الجنوبية.
أردوغان بصدد مرسوما لتعيين سفير جديد لدي إسرائيل. بايدن ينسى نفسه في الميكروفون ويلتقط الشتائم مرة أخرى. يقع الرئيس الأمريكي في خطأ دون أن يدرك، وزاد وجود الميكروفون في المكان من انتشار الخطأ على نطاق واسع داخل أمريكا وخارجها، وذلك عندما توجه إلى فلوريدا لتفقد جراء إعصار الذي حدث، اللي هو إعصار أيان اللي ضرب فلوريدا قبل أيام وخلف ورائه خسائر بشرية ومادية، وتبادل العنان لنفسه وقال لا أحد يستطيع التلاعب مع بايدن، مضيفا إلى هذه الجملة شتيمة. لسه بنقول إيه؟ لسه بنقول مقدمة إيه؟ فازت الكاتبة الفرنسية آني إيرنو بجائزة نوبل للأداب لعام 2022 وهي البالغة من العمر 82 سنة، بما أظهرته من شجاعة وبراعة في اكتشاف الجذور والبعد والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية. مش بقول لكم العمر مجرد رقم بس. وكالة الأنباء الفرنسية المجلس العسكري في بوركينو فازو يعين إبراهيم تراوري رئيساً للبلاد. الكويت تهنئ مصر والسعودية والإمارات وقطر وموريتانيا بالفوز بمقاعد في مجلس إيكاو. هجوم دموي على حضانة أطفال في تايلاند في ناكلينغ أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً بينهم أطفال. التلوث يصل، تعرفين ده؟ التلوث يصل إلى الأجنة في بطون أمهاتهم. طيب، صندوق النقد الدولي مخاطر الكساد تزداد، وثلث الدول العالم ستواجه تراجع في النمو. يا أهلا بيكم، يا صباح الورد وصباح الفل وصباح الخير، وحشتوني جدا جدا امبارح جدا جدا، واشكركم طبعا على سؤالكم. وحاضر هبقى اخد الاذن قبل ما اغيب، وهو عارف مين الكلام موجه لمين، لكم كلكم الحقيقه. اهلا بيكم. اخبار الحوادث: التحريات تكشف تفاصيل العثور على هياكل عظميه اسفل مستشفى بالعباسيه، وهما جثتي شاب وطفلة، وذلك أثناء عمليات الترميم. اكتشفوا أنها كانت مقبرة قديمة قبل إنشاء المستشفى، وعقب إزالة المقابر ونقلها لمكان آخر تم إنشاء المستشفى. اللي حصل بقى انتشال الهياكل ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. انتشال سيارة سقطت في ترعة مبطنة بالغربية، استطاع ونجح سائقها الحمد لله، واثنين آخرين كان معه في الخروج من باب السيارة قبل غرقهم، وهي ترعة الباذنجانية في مدينة السنطة، ب2.5 مليون جنيه. إحباط محاولة ترويج شحنة مخدرات بمصر الجديدة. في حوادث كتير بس أنا مش عايزة أوجع لكم دماغكم. ربنا يرحمنا ويقينا ويقيكم كل شر. أهلا بيكم. ماشي، ناخد ثلاث إبراج النهاردة كده نشوف حظ مين إيه النهاردة. يلا بينا، يلا بينا. الله يوحشتون. برج الحمل يوما استثنائيا، لا يكون لديك أي مشتتات، بتركز في عملك، لا تتعجل في الأمور المهنية. خلي بالك بقى من شغلك. برج الميزان الفترة المقبلة هتتخلص من بعض القيود والتوترات، أنت بحاجة للحفاظ على أكلات صحية. خلي بالك بقى. برج الأسد أداؤك جيد في العمل، تقدم المساعدة لبعض الزملاء، تشعر أنك محظوظ، تبذل جهدا يجعل من تحب يشعر بالتميز. برج الأسد
اديني خدت بالي اهو من برج الاسد. اهلا بيكم، يا صباح الورد يا صباح الفل. ندخل بقى على معلوماتنا حبيبتنا، يلا بينا يلا بينا. راحت فين؟ تاهت. لا ما تاهتش على حاجه. ازيكم؟ شرب الميه. يقول لك الميه مهم. ايه بقى؟ يقول لك شرب الميه في اوقات محدده بيزيد من كفاءه الجسم على الشكل التالي. بصوا الميه ليها معانا كذا مره، مش هنقوله كله مره واحده. النهارده هقول لكم امتى تشربوا الميه وفايدتها ايه في الفتره دي. اوكي. اما تقوم الصبح كوبان من الماء ضروري جدا 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 عند الاستيقاظ مباشرة. ليه بقى؟ بينشط الأعضاء الداخلية كده وش على طول. طيب قبل الأكل بنص ساعة لازم تشرب كوباية مية. ليه؟ بيحسن الهضم وعلى فكرة ويسد الشهية كمان. ماشي ماشي. طب قبل الاستحمام لازم تشرب كوباية مية. دي بقى دي جديدة عندي الصراحة. ليه؟ لأنه بيقلل من ضغط الدم. طيب لازم قبل ما تنام تشرب كوباية مية. ليه؟ لأنها بتمنع السكتة الدماغية والنوبات القلبية. برضو دي بالنسبة لي جديدة. وحاجة كمان قبل النوم برضو لما بتشرب المية بتتجنب الإصابة بالتشنجات العضلية في الساق عند الإحساس بالتقلصات ساقيك. يبقى ساقيك يبقى رجليك يبقى عضلاتك بتبحث عن الماء والرطوبة. صدقوا دي يعني فعلا عجب. يعني شرب المية السخنة قبل تناول الأكل طعام السخنة، مش السخنة سخنة قوي يعني الدافية، بعشرين دقيقة كفيلة ان انت تستغنى عن الطبيب. تخيلوا تخيلوا الجمال. طبعا الحديث بقية لان فوائد المية ملهاش يعني لسه في حاجات كتير. انا المرة الجاية بقى هقول لكم ان شاء الله يعني نقص المية في الجسم وعدم شرب المية هيودينا يوصلنا لفين، لأنه بيقولوا وجعلنا من الماء كل شيء حي. أهلا بيكم. من الحاجات اللي بنحبها كلنا بنحب ناكلها ورق العنب، صح؟ أظن كلنا مش مختلفين على ورق العنب أبدا، بناكله بس ما نعرفش فوائده إيه. أنتوا عارفين فوائد ورق العنب إيه؟ أنا لما عملت سيرش بجد استغربت. هتستغربوا معايا فوائد بعض الأشياء لا تعرف، ما بنعرفش قيمتها. مثلا ورق العنب، العنب نفسه كثمرة كفاكهة طبعا بيعتبر أشهر الفواكه المعروفة، بنستفيد منه في حاجات كتير قوي. طب حتى من شجرة ورق العنب نفسها وتكمن ثمارها بفوائدها، يعني فوائدها في 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 اشجار في في ورقها. تخيلوا دي. يقول لك ما تاكلش عنب كتير وانت بتعمل دايت، لكن ورق العنب بقى شوف بيعمل ايه. بيقول لك له قيمه غذائيه كبيره كلنا بنجهلها. يعتبر اوراق العنب طعاما منخفض السعرات الحراريه، كل 5 ورقات 14 سعر حراري، وتعد مصدر للفيتامينات المتنوعة غنية. شوفوا بابي بفيتامين ه وفيتامين ألف وفيتامين كاف وفيتامين بي 6، إضافة لغناها بالنياسين والحديد والألياف والروبوفلامين حمض الفوليك، وهي طعام منخفض الصوديوم والدهون والكوليسترول. صدقوا دي كمان
غني بالفوائد، بيعود بالمنفعة على الجسد، على الجسد والصحة، مضاد للالتهابات ومقاوما لها مثل أمراض القلب والزهايمر والسرطان، أمراض الجهاز الهضمي، لها قدرة على القضاء على الأمراض الناتجة على تهيج المفاصل، معالجة أمراض الكسور الوريدي. ورق العنب له دور في علاج تدفق الدم إلى الشريان التاجي. تصدقوا؟ تصدقوا دي؟ ومفيد جدا لمرضى السكري، ومفيد لصحة العظم، وعلاج للصداع النصفي لأنه يحتوي على مضادات للأكسدة التي تزيد الشعور بالراحة، تخفيف الإمساك والشعور بالتعب، مضاد للبكتيريا، والعناية بالأسنان. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم؟ يعني أيوة صحيح، ورق العنب مش هتاكله كده هتحشيه وكل حاجة، بس ممكن وانت واللي بيعمل ورق العنب ده برضه يعمله بطريقة صحية، يعني تبقى الخضرة الكتير هي الايتم السائد في الحشوة، وممكن الرز حاجة بسيطة جدا، اللحمة الأرض. يعني عايزة أقول أنا أول مرة أعرف فوائد الورق العنب. النهاردة أدينا لكم معلومتين عن المية وعن ورق العنب، إيه رأيكم بقى؟ تمام؟ تمام. ادخل بقى في أخبار الرياضة. أهلا بيكم أحبائي. شوفوا، كهربا يستمر في إثارة الجدل بتلك الرسالة. نشر كهربا على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام رسالة غير واضحة إلى أي شخص يوجهها. هي إيه بقى الرسالة؟ لا سامحكم الله على أصغر كلمة خرجت من أفواهكم، ليست فينا، حسبنا الله في من قال فينا ما ليس فينا، ونسب إلينا ما لم نفعل، وتجاوز في حقنا، وكفى بالله شهيدا. كهربا يعني بصراحة ربنا يفك كرب الولد ده ويجي، هنقول ايه غير كده. اهلا بيكم. رسميا قرعة الدوري المصري موسم 2022-2023 يوم الاحد 9 اكتوبر الساعة 2 الظهر. كان قالها امبارح جري، بس انا لو يسمح لي هكررها. سبب تفكير حازم امام في الاعتزال بعد رحلة الزمالك. في تقارير كشفت عن خطة حازم إمام في حسم الاعتزال بعد خروجه من حسابات فريرة. هو تلقى طبعا عروض كتير وهو كان بيفاضل بينهم، لكن اللاعب يقترب من اتخاذ قرار الاعتزال بعد رحلته الطويلة مع الزمالك، لأن العروض المقدمة له لا ترضي طموحه. لذلك منح نفسه فرصة 48 ساعة لحسم فكرة الاعتزال. شوف يا كابتن حازم، ربنا ما بيعملش حاجة وحشة لحد، وأكيد ده ربنا طبعا يخليك تفكر في الصالح، لكن كل حاجة بتتعمل فهي للخير. يعني واضح إن في أندية كتيرة ستعلن عن صفقات مهمة، بس مش دلوقتي، يوم السبت أو الحد، يعني آخر يوم في القيد. فيريرا بيصطدم بمقترح إدارة الزمالك التي اقترحت ببقاء الفريق بعد مباراة الذهاب يوم 9 حتى لقاء العودة يوم 14 في الأسكندرية، بينما فيريرا يرى أن الأنسب هو العودة عقب اللقاء لتجهيز وإعداد اللاعبين الغير مشاركين أفريقيا. أهلا بيكم. سر غضب كولر من برضو كهربا، هو غضبان من كهربا. ليه بقى؟ لأن أبدى المدير الفني للنادي الأهلي غضبه الشديد من الإجراء الذي اتخذه محمود كهربا، حيث يرى كولر أنه لا يفضل أن يقوم اللاعب بإجهاد نفسه في التدريبات الجماعية، وأن يحافظ على نفسه في من الإجهاد أو الإصابات على الصعيد العضلي، لأن اللاعب تسبب في إجهاد نفسه نفسياً،
هو كان بعيد عن الفترة عن المباريات، فما خضعش لبرنامج تأهيلي بدني، ولكن دلوقتي في الفترة الحالية بيحاولوا إن هم يجهزوه بدنيا، لأن عدم خضوعه قبل كده وما بيلعبش خليته إن هو طبعا تسبب في إجهاد عضلي، وده عمل له إصابة بشدة في عضلة في العضلة في عضلاته طبعا خلال الفترة الجارية. نفس كهربا ده بقى كده يعني يخلصوه ويدفعوا له الغرامة بتاعته ويفكوا خنقته وقيده بصراحة، والولد يشوف بقى مستقبله. كفاية ظلم، ده رأيي أنا مع الإنسان، مع الإنسان، مع ال أنا ما أعرفش بقى أنتم موافقيني ولا لأ، بني آدم وصعبان عليا مهما عمل يعني الزلم. لماذا أزال الأهلي شعار نادي القرن من قميصه الجديد؟ في 3 أسباب. قبل بداية مشواره الأفريقي شهد القميص حالة من الغضب الجماهيري بسبب إزالة العديد من الأشياء الخاصة بالنادي الأهلي، على رأسها طبعا نادي القرن، بجانب اختصار ال10 نجوم والبطولات اللي حصل عليها، وبدل ما كانوا حاطين 10 نقاط بقت نقطة واحدة. ليه بقى؟ لأن تعد كلمة نادي القرن حقوق الشركة الراعية التي تم إنهاء التعاقد معها. فالعقد بين الأهلي وأديداس برضو العقد بتاعهم إنه يجب إرسال التصميم قبل 9 شهور من البداية، حيث أرسل الأهلي التصميم بدون وضع نادي القرن، لما بعت له التصميم ما كانش حاطط له نادي القرن. وهتتم عودة اللقب بيقولوا كده من جديد خلال الموسم المقبل على حساب التأكيدات اللي خرجت من العديد من داخل النادي الأهلي. يعني ما نقعدوش بقى يقولوا بقى فلان السبب وفلان اللي وقف مش عارف، هو كده ان اللي انا حكيته لكم ده. بطولة افريقيا للأندية لكرة اليد، صدام وشيك مع الزمالك، الأهلي يصعد لنصف نهائي بطولة أفريقيا لليد. مش عارفة حصل إيه لكرة اليد بصراحة، إحنا زي ما كان بيقول امبارح الجري كنا ملوك الصلاة. ميسي يقول قطر 2022 هو آخر كأس عالمي عالم ليا. آخر خبر، منتخب مصر يتقدم في تصنيف فيفا لشهر أكتوبر والبرازيل تتصدر. لا، في خبر أخير، كأس العالم 2022 حملة في قطر، اظهر احترامك، تتصدر تويتر في قطر مع اقتراب انطلاق المسابقة. لغاية هنا نكون وصلنا لنهاية أخبارنا. طبعا يعني ما فيش أخبار كتير رياضية، صفقات مش صفقات، مش هنتكلم في الصفقات، فلان جاي وناقص له حركة وناقص له تكة وناقص مش عارف ايه، لما تحصل نتكلم فيها، لما يعلنوا نتكلم فيها. ويجي الأستاذ المحترم محمد الديب يعمل لنا سيرة ذاتية عن الصفقات. أهلا بيكم، وطبعا بوجه لكم كلكم التحية وبشكركم، وأرجو أن أنا ما أكونش أثقلت عليكم ولا طولت عليكم، ويومكم سعيد إن شاء الله، وكله صحة وبركة وسلام واطمئنان. أشكركم أحبائي وألقاكم إن شاء الله الغد. سلام.